السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك بيكم يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب يحفظكم جميعا يا رب. النهاردة إن شاء الله هعمل شوربة خضار وصوب اللحمة بقى، وإيه للي عايز يخس. والله جميلة وتعمل أوي. يلا بينا بقى نبتدي مع بعض ونشوف هنعملها إزاي مع بعض. يلا، اول حاجة هجيب حلة على النار فيها نصاعي مية، تمام. هكون محضرة بقى معايا بصلاية، ثوم، ورق لورا، وادي الحبهان، ودي مستكة، واحط الطماطم. لو انت بقى مش عايزه الحاجات دي كده تبقى حتت صحيحه، ممكن تفرميهم في الكبه او في الخلاط، تمام. تغلي ونرجع لكم. طلع بخار، يبقى كده غليت اهي وغليت كويس، تمام. هنزل بقى باللحمة، انا مقطعها حتت صغيرة عشان طبعا دي هتتاكل كده يعني بالشوربة مع الخضار. المايه اللي مقليلاها علشان ايه؟ نشربها كلها مع الخضار. هوطي عليها واسيبها ساعه الا ربع على نار واطيه خالص. بصي كمان انا نزلتها من على النار استوت خالص، بحبها مستويه زياده. هحط بقى الجزر، وعندي شويه فاصوليا بحطهم. نص سوا بقى الخضار ده كده، وبعد كده احط ايه الكوسه. بعد ما اخدت نص سوا هنزل بعد كده بالايه اخر حاجه بقى، ايه الكوسه، تمام. هكمل بقى سواها برضه على النار، يبقى كده ايه خلصت كده، استوت معايا خلاص. ايه ناخد الكوسية بالخير مستوية خالص، تمام. أحلى دايت، وبألف أنا وشفا، وفيديو جديد إن شاء الله، أكل جديد. سلام عليكم.